هذا سائل واسمه أبو عمر من تبوك، يقول: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بغير سبب شرعي؟ الصلاة مفروضة في أوقات محددة من الشارع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء بيان المواقيت بالتحديد وبدقة في صحيح السنة مفصلة، وحينئذ كما أنه لا يجوز تقديمها عن وقتها، كذلك يحرم تأخيرها عن وقتها بغير سبب شرعي، بغير عذر شرعي. أما إذا وجد العذر فله أن يصلي، أن يقدم الصلاة فيجمعها مع ما تجمع إليه تقديما أو تأخيرا على حسب ما جاء مفصلا في النصوص. أما بغير عذر ولا سبب شرعي فإنه يحرم عليه ذلك، وقد ارتكب أمرا عظيما، نعم، ارتكب جرما عظيما، وعليه الندم والإقلاع فورا، ولا يتكرر منه هذا العمل، وعليه قضاء هذه الصلوات التي أخرها عن وقتها.